شاركت بيت الحرفيين هالسنة في مهرجان الحصن تحت اسم الغوايض. ركز على حرفة الحنة، سواء من تاريخ عن النبتة نفسها، ونحاول نوصل أهمية الحنة للأجيال الصغيرة من خلال وجود حرفيات الحنة التراثيات، وأيضا حرفيات حنة من مختلف الثقافات في مجلس الحنة. بالإضافة إلى مجلس الحنة عندنا معرض يركز على الحنة في التاريخ، سواء تاريخ الإمارات. تجربة بعد نحن نركز على دعم المشاريع الصغيرة، وأيضا نقدم ورش عمل تمثل حرفة الحنة للكبار والصغار.